الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية أن العراق استورد من إيران بضائع بقيمة 6 مليارات دولار خلال الشهور 8 من العام الحالي. وقال رئيس المصلحة محمد رضواني إن التبادل التجاري بين إيران والعراق تخطى 38.5 مليار دولار في الفترة المذكورة بنمو قدره 12%. ويقول خبراء اقتصاديون إن إيران تتعمد تدمير القطاع الصناعي والتجاري في العراق لتغرق أسواقه بالبضائع الإيرانية. قال البنك الدولي إن إجمالي الدين الخارجي للعراق بلغ 22 مليار دولار بنهاية عام 2022. وأكد البنك أن اليابان تصدرت قائمة أكبر الدائنين للعراق بحصة بلغت 27% من إجمالي ديون العراق. وبلغت ديون البنك الدولي للإنشاء والتعمير 18% من إجمالي الديون. أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق ضبط عجلتين سياحيتين مخالفتين في منفذ عرعر الحدودي. وذكرت الهيئة أن مديرية منفذ عرعر الحدودي تمكنت من ضبط عجلتي صالون شوفرلي بصحبة مسافرين عراقيين مقيمين خارج البلاد. تبين من خلال تدقيق جواز سفرهما قيامهم بإدخال عجلات أخرى، ولم يتم تأشير مغادرتهما خارج العراق. وهذه مخالفة حسب القانون الذي ينص بعدم السماح بإدخال وإخراج عجلة ثانية ما لم تغادر العجلة السابقة. شهدت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء المبكرة ارتفاعا بعد ارتفاع يوم الثلاثاء بنسبة تجاوزت 1%. وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت ب6 سنتات ليصل سعر البرميل إلى 79.29 دولارا للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليصل إلى 74.11 دولارا بارتفاع قدره 17 سنتا. ويُعزى هذا الارتفاع إلى المخاوف المستمرة من اضطراب التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد هجمات ميليشيا الحوثي على سفن في البحر الأحمر. تسببت أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تعطل سوق العقارات بصورة واضحة، الأمر الذي ألقى بظلاله مؤخرا على العديد من قطاعات الاقتصاد الأمريكي، ومنها متاجر الأجهزة وبائعو الأثاث وشركات البناء. وانخفضت مبيعات المنازل القائمة بأمريكا إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاما بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لعشر سنوات فوق مستوى 5% لأول مرة منذ عام 2007 الذي شهد إرهاصات الأزمة المالية العالمية. وقبل الختام نذكر بأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وبأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.